عسلامة ومرحبا بكم مشاهدين قناة سوس تي في. احنا الان متواجدين في دار شباب حر الرياض ويمشي عقد ملتقى الجمعية التونسية للممرضين فرع سوسة اللي باش يتم فيه دورة تكوينية للممرضين وحول حوادث الشغل وحول واجبات وحقوق الممرض. حين تبوا مع بعضنا هذا التقرير. سي سيف الدين، نشوفوا اليوم في دار شباب حي الرياض تنعقد جلسة ملتقى، معناها تنجمش تحط لنا الملتقى هذا في إطاره؟ الملتقى هذا يندرج في خصوص البرنامج اللي حطته الجمعية في نطاق الأهداف نتاعها. الأهداف زي ما ذكروا بهم، الهدف الأول هو توطيد أواصل الزمالة بين أعوان وإطارة الصحة. وقت يقولوا أعوان إطارة الصحة، الكل، الفئات الكل، معناها مش نشملوا خاصة الممرضين، كل ما هو إنسان ينشط في ميدان الإطار الصحي ولا في كذا يعتبر معناها عنده الحق ينخرط في الجمعية هذه. والهدف هذا باسم الهدف الأول. والهدف الثاني هو الغاية منه تكويني وتثقيفي وعلمي، وفي بعض الأحيان ساعات نعملوا أنشطة اجتماعية ونذكرها في سياق الحديث. اليوم في دار الشباب السبت 21 نوفمبر 2015 قمنا اليوم بحصة تكوينية. المداخلة قدمها السيد نادر المنيوي اللي هو متصرف إداري بمجمع الصحة الأساسي بسوسة. المداخلة هذه تتمثل في النظام القانوني لحوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذلك نظام العطل والأعياد اللي برشا من الناس تنقصهم الثقافة القانونية، ما يجب عليه ما له ما عليه. فهمت؟ أنا برشا الناس نحن نحبوا نكونوا حتى الناس اللي في ميدان صحي يكون عندهم دراية على الأقل شوية ثقافية في المجال القانوني، في المجال العلمي، في جميع المجالات. بالطبيعة هو المحالة يعرف المحالة، من ثم الناس ما تعرفش القوانين هذه ويمارس الوظيفة متاعه وينسى حقوقه وواجباته اللي المفروض يجب يعرفها قبل ما يطالب نحبك الحاجة ويجيب لك الحاجة ولا يشكي ولا كذا. دونك كيف يعرف شنو واجباته، الحقوق تجيب بطبيعتها الحال. فهمتني؟ دونك احنا سطرنا برنامج في الجمعية متاعنا التونسية للممرضين بسوسة، نعملوا دورات تكوينية كل شهر، وكل شهر نختاروا انتام. بالطبيعة احنا الموضوع اللي اختاروه على حسب الاهتمامات ومشاغل الممرضين، وهم الحقيقة في التقييم تاع كل دورة تكوينية يعطيونا شو يحبوا كموضوع كذا. اليوم اخترنا الموضوع هذا يمس الجانب الكوتي الوظيفة العمومية، ينجم حتى سلك آخر خارج نطاق الصحة يحضر خاطر يستفيد، خاطر يحكي على القوانين اللي موجودة في البلاد فيما يخص الوظيفة العمومية. كي نحكيو على الحضور اليوم، الحضور حسب رايك معناها حضور هام ولا ما فماش اقبال كبير على هذا الملتقى هذا؟ لا باهي الحمد لله، احنا تو عملنا الاعلانات من قبل وكذا، وما شاء الله الحمد لله اليوم الحضور قرابه 75 ناس، معناها 75 فرد، معناها فهمت تسمى، معناها باهي. معناها علاش احنا اخترنا دار الشباب بالذات؟ خاطر المكان اوسع والقاعه معناها العدد نتاعها يتسع لاكثر عدد. دونك احنا ان شاء الله احنا تشوف نعملوا الدورات التكوينيه ونخليو الناس وقت اللي تحضر تجيب ناس واحد اخرين تتعرف بالانشطه نتاع الجمعيه وكذلك يتعرفوا حتى المواضيع اللي قاعدين نطرقوا فيها. فهمت؟ غادة نشوفوك اليوم حاضرة في الملتقى هذا، تنجمش تقولنا شنو اللي خليك تجي وشنو المنفعة اللي خرجت بها اليوم من الملتقى هذا؟ والله اني قادمة بحكم اني ستاجير، معناها اون ترويزيام اني قادمة على اون في بروفيسيونيل في الدومين دو سونتي. الوغ بوركوا با الواحد يعرف معناها لي بروسيدور ا سويفر ان كا داكسيدون دو ترافاي لا قدر الله ولا حاجة. اي فوالا، فما زيد حكيت لي كونجي ولي planification تاع الخدمه كيفاش تم وكل شيء، لي بروسيدور ادمنستراتيف. باه الواحد كيكون كونسيون بالشنو يصير في الاداره وكل، معناها جوست الخدمه والدومين نتاعنا مش جوست سور لو شون وين تخدم، يلزم تعرف توسكي. نقول وانت اليوم في الملتقى هذا خرجت بمنفعه، فما حاجه نفعتك، فما حاجه معلومات وصلت لك؟ بيان سور والله، فما برشا حاجات معناها كنت ما نعرفهاش قبل،
على على معناها كيفاش تصير، كيفاش الواحد يلزمو يتصرف ان كا صار له معناها اكسيدون دو ترافاي ولا حاجه، لي كونجي لي جور اللي لي جور دو فري، كيفاش تكون تقسيم تاع الخدمه كل. فهمت معناها تشجع زملائك كل انه في خاطر شفنا اليوم الحضور 75 شخص، معناها مش حضور كبير ياسر، ما نقولوا تشجع الزملائك نتاعك باش يحضروا في في الملتقيات القادمه. اي ماذا بيا زاد نشجع لي ستاجير سورتو واللي مازالوا ما دخلوش في الميدان نتاع نتاع الخدمه، باش على الاقل يكونوا واعيين شنو اللي باش يصير من بعد. فهمت ويكونوا متحضرين لاي حاجه. عاصم شنو العمليه اللي قدمته؟ العمليه هي تسليم الشهيد لكل بارتيسيبون، معنا كل واحد يحضر معنا مشترك في الحصه هذه في اليوم التكويني هذا، في اخر المداخلات ياخذ الشهاده نتاعو نورمالمون كون حضر، تصلح له نورمالمون في السجل الذاتي باش تثريه، وانتر تون سيتي لا بون شوز باش يكمل مستقبله، تحصل تصلح له برشا في السي في نتاعو. تفضل. يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله بالتوفيق، عايشك، مرحبا بك. محمد جابسي، أمين مال جمعية تونسية الممرضين، جمعية اللي هي عندها كجمعية ممرضين بصفة طبيعية، عندها تنشط من عام 98 تويكا في تونس، في سوسة مازلنا جدد قد عندنا تقريبا من 13 جانفي خذينا التأشيرة نتاعنا، بدينا في العمل، الحمد لله ربي كانت مواثبة كل شهر. فما يوم تكويني والعمل فما يوم اكسون سميوها، وفما شهر اللي عملنا فيهم حتى دوز اكسون كما شهر ديسمبر ان شاء الله، مش كنا عملنا فيه دوز اكسون قدرت ربي، لو 5 ديسمبر لو 12 ديسمبر كوم سي كيما تويكا في شهر نوفمبر عندنا الاكسون هذا اللي هو يوم تكوين حول الشغل الامراض المهنيه، في نفس الوقت عندنا نورمالمون حاجه رحله ترفيهيه اللي مش تكون ان شاء الله للجنوب التونسي توزر النفط، واحنا نورمالمون ان شاء الله ندعم الممرض بصفته عامه، والاهداف تاع الجمعيه نتاعنا اللي هي واضحه على الاخريه، تكوين دوره تكوينيه مستمره، وخلف هذين نورمالمون توطيد اواصل زماله كما تشوفهم لهنا، هذا الهدف نتاعنا باش نلموا المجتمع المدني مع نورمالمون اعضاء الصحه اللي يكونوا منسجمين مع بعضنا، وهذا عنده دور كبير في الوقايه وفي تحضير مجتمع ان شاء الله جديد باش يكون الصحه نتاعو هي اهم حاجه. مرحبا بكم سوس تي في مره اخرى. شكرا على التوضيحات. ربي يبارك لك، مرحبا بكم. وهكا مشاهدينا نوصلوا لنهايه هذا اليوم التكويني اللي تنظمه الجمعيه التونسيه للممرضين فرع سوسه، ونقول لكم ان شاء الله اعطيناكم الفائده. الى اللقاء.